جملة وتفصيلا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورمضان مبارك سعيد وفي المقبول للجميع، آمين. أصالة عن نفسي وأنيابة عن المصابين للأمراض المزمنة، نتقدم بالشكر لجمعية العزة للمرأة المغربية والأعداد الاجتماعية على تنظيم خلال اليوم الأحد الآخر من شهر شعبان لسنة 1440 هجرية هذه الندوة التحديثية التوعوية تحت عنوان رمضان والأمراض المدمنة. والشكر موصول للبشاطرة والأساتذة على مداخلتهم القيمة التي استمتعنا بها واستفدنا منها. أعزائي الكرام، وذلك في رحاب غرفة التجارة والصناعة والخدمات للذات العاصمة العلمية وللمملكة المغربية. أعزائي الكرام، إن الصيام في شهر رمضان له فوائد كثيرة ودواء للأصحاء قبل المرضى كما جاء على لسان الدكتورة الموقرة، فيجب على المصابين بالأمراض المزمنة أن يعملوا بنصائح الأطباء المختصين في أمراض السكري وأمراض القلب والسرطان وأمراض الكلي. كذا يستوجب العمل بالرخصة الشرعية بعدم الصيام وإخراج فدية عن كل يوم لم يتم فيه الصيام. وهذا سؤال موجه للسادة الفضلاء والفضلين. السيدات والسادة الكرام، الأمراض المزمنة مختلفة من إنسان إلى آخر ومن درجة إلى أخرى، فلا على الإنسان إلا أن يستعمل الحلية لصالح نفسه وجسده، والله موفق. السؤال المطروح، ما قدر الفدية الواجب إخراجها؟ وشكرا لكم على الإصغاء، وسلام على أهلنا وعلى بلاش تحكي لي هذا تبارك الله عليك.